أول خبر معانا النهاردة عن صفقة الغاني عزيز يعقوب لاعب ريو أفي البرتغالي، واللي أغلق النادي الأهلي الملف بتاعه امبارح بعد ما خرج أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي وقال إنهم أغلقوا ملف اللاعب تماما بعد الكشف الطبي اللي اتعمل من 4 أيام، وإنهم وجهوا الشكر للاعب وخطبوا ناديه وعرفوا المسؤولين هناك كل التفاصيل اللي حصلت.